سمعت علقمة يقول عن شيخ قال سمعت علقمة يقول تذاكر الحديث فإن إحياءه ذكره فإن إحياءه ذكره يا سلام، يعني ذكر الحديث يحيي الحديث فلا يندرس. طبعا هنا من فوائد السند، هنا قال عن شيخ، طبعا هنا هذه جهالة، الجهالة في غير طبقة الصحابة تعتبر علة في الحديث. أما إذا قيل عن من صاحب النبي، عن زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا جهالة عند الصحابة، ما في جهالة عند إيش؟ عند الصحابة. لكن الطبقة التي دون الصحابة الجهالة هنا تضر بالحديث، فهنا نقول الحديث من حيث الإسناد إن إسناده إيش؟ إسناده ضعيف، لكن الحديث يصح من طرق أخرى. وهنا قال أخبرنا فطر، هذا فطر ابن خليفة، هذا اسمه فطر ابن إيش؟ فطر ابن خليفة، والأثر هذا موجود عند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه، والخطيب البغدادي في جامعه، من طريقين عن هذا الشيخ نفسه عن فطر هذا، أخرجه متصلا أبو خيثمة النسائي في كتاب العلم، والدارمي في السنن أو في مسنده المسمى بالسنن، وأخرجه الخطيب أيضا رحمه الله في الجامع، وأخرجه الرامة هرمزي في المحدث الفاصل، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. عن مين؟ أخرجه من طرق، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، وهذا إسناد صحيح طبعا. الأعمش يحدث عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن وقاص، هذا إسناد إيش؟ هذا إسناد صحيح، فدل أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن بطرق أخرى فإنه حديث صحيح، أثر صحيح يعني. نعم تفضل.